ديما ملي الكلب ديالك يجي يبغي يعض ولا اتاكي الولد ديالك ماشي تبقى شادو هكا لا تقول الولد اجي قيسو هنا كتكري واحد الانرجي نيجاتيف اللي كتخلي الكلب يبقى دي ستريس يا كوم وبدا ملي كيكون الكلب اكسيتي اش كدير كتعيط ليه زيد هبط الارض يو داون خصو يكون كامي الكلب ديالك خصو يكون كامي انرجي كتحكم فيها انت شويه عليك نحطهم كامي هكا وخا تجي بنتك وخا يجي ولدك صغير ما يتاكسيتاش Good puppy. Lie down, please. Thank you. المسألة الثالثة اللي بغيتي تحكم في الكلب ديالك من ديبار من ديبار خصك تعلمو آداب الماكلة الحيوانات بصفة عامة عندهم آداب الماكلة من غير الحيوانات الشرسة حنا الكلب ديالنا واخا لاحم يقدر فهمتيني هو أليف يعني ملي غنبغي نعطيه الماكلة خصني نتحكم في لي زور ما نحيد ليه ديك اللهفة من صغرو ها ها ما كايناش جبت طبسيل ديال الماكلة مثلا نديرو غير الجريفة سي ما خصوش يكون اكسيتي تفرحو حيت انت كدير هاد الغلط كتحط طبسيل بحال هكا خصو يبقى بعيد هادشي هذا اليوم مدرب ليو ستي دار ليو مدرب اما الكلب ديالك مازال ما مدربش عطيه وقت كتخليه كتحط الماكله كتبقى به تيسع تاكي تكاو ما كيجلس حداه عاد ديك الساعه مثلا ليو تشيز دابا غنتكلموا على القضية ديال زيد بابي زيد غنتكلموا على القضية ديال الماكلة اللي بزاف كيوحل مع الكلب ديالو شنو غيعطيه ملي يكون صغير أول حاجة الكلاب ما كيصلحش لهم الملحة ما كيصلحش لهم الإقامة الخميرة يعني داكشي كامل كتاكلو نتا بصفة عامة حاول تفاداه لأن الحيوانات بصفة عامة من طبيعتها ربي خلقها بأنك تاكل حاجة خضراء انا ماشي مهم كلشي يتفق معايا من ناحيه انني كنعطي الكلب ديالي الخضر الدجاج خضر ولا اللحم خضر يعني على قد المستطاع وانما ملي كان باقي صغير درت ليه بحال هكا والحمد لله تفاديت بزاف المسائل في المشاكل والطبيب اللي كنمشي لعندو في تارقه الدكتور عادل نصحني بان مزيان ويعني متبعه خيزو خضر فواكه خضر بالنسبة للدجاج واللحم ملي كطيبو كتقتل فيه بزاف ديال البروتينات كتقتل بزاف ديال الكالسيوم اللي كيحتاجهم الكلب بزاف كتقتل الكرياتين وتشيز اللي كيحافظ على الماء اللي في الجسم ديال الانسان بحالو بحال البشر في اللحم كتلقاه في 200 غرام كتلقى فيه واحد 5 غرام يعني هاد المسائل الطبيعية اللي كنحرمو الكلب ديالنا وبالسيف ما الكلب ديالك غيضعف وبالسيف ما غادي يسي انت حيت كتعطيه الشوكولات كتعطيه اي حاجة هاد الحيوانات اونيك ويلا عطيتيهم اي ماكله غتوصل لواحد اللحظه غتلقى مشاكل بزاف وغتخسر عليهم فلوس بزاف وهذا السبب اللي كيخلي ان الكلاب يتلاحوا ولا يتربطوا ولا كيتباعوا في اي بلاصه وكيف ما العاده شعارنا ديما ان الكلاب ماشي بياسه ماشي بورتابل تقضي بها ولا تحنسرتي تبيعها راك ربي اللي عالم بان الكلب كيحس وهنا نعطيكم الدليل يو جو شوفوا الدليل معايا زيد لاحظوا الزنطيط كيفاش داير شوف زيد كام زيد هذا الزنطيط كيلعب يعني فرحان شنو غنقول ليه
ليو انت ماشي راجل، انت ماشي راجل، تقلق مسكين، انت زوين، انت جود بوي زين. كيفرق ما بين عنده كي مهم كيحس وكيشعر بهاد المسائل هادو. و الله يخلي لكم وليداتكم، وكنتمنى يكون هاد المعلومات نفعوكم. Here's my couscous. Here's my poopoo. بالنسبه للكلاب اللي كينبحوا لكم بزاف بالليل وما كيخليكمش تنعسوا، الحل الوحيد اللي عندك هو انك كتشري واحد الكاج ماشي ديال الخشب ديال الحديد. هذاك الكاج كتعلمو يولي واحد لونفيرومون ديالو، يعني واحد الحاجه كيجلس فيها عزيزه عليه كيتخبيها، كتحط ليه اللعاب. في الاول كتبدا كتخلي الباب محلول، من بعد كتولي تسد الباب، كديرو في الدار مي كتنعس كديرو في الكاج ديالو وكينعس، يعني كيشوفك كيسمعك كيشم الريحه ديالك، وفي نفس الوقت كيبقى كالمي. يعني مين كيكون الكلب باقي صغير بحالو بحال اي دري صغير، وراه غيبقى يفيق جوج سوايع ثلاثه سوايع غير هو غيبكي علاش كيبغي يدير بيبي. الهاسكي معروف عليهم بلا ناتشور ديالهم انهم نقيين بزاف، ملي كيبغي يدير كاكا ولا كيبغي يدير بيبي ضروري غيغوت، ضروري غي فهمتيني، ضروري غيرونها في الدار. يعني حاول تحط الامور في بالك، لان كتوقع بزاف ديال الناس في مشاكل وما كتخليكش تنعس، وكتصدق في اخر انك ما عندك ما دير، كتصدق بيع ولا كتصدق عاطي لشي واحد. يعني بامكانك تعلم كلبك انه يجلس في الدار وما يغوتش، وبامكانك تحكم ليه في الطبيعه ديالو الا عرفتي كيفاش، يعني خطوه بخطوه. المساله الاخرى اللي بغيت نقول لكم ان الهاسكي الطبيعه ديالهم لا ناتشور ديالهم عائليين فامي جروب، ما كيقدروش يعيشوا بوحدهم، يعني كتقتلهم الا خليتي عايش بوحدو وربطتي بوحدو. كيتعلقوا باللعاب، كيتعلقوا بالدراري الصغار، كيتعلقوا بلافامي بزاف. زين هاكا بابي يلا سير تلعب مع بابا كثير. كيتعلقوا بزاف بلافامي، يعني مسكين كتخليه بوحدو كيبقى يغوت كيقول لك علاش انا ما درت والو، ما درت والو غير نخرج غير فهمتيني. يعني الطريقه ديالهم باش كيكومونيكيو. كنتمنى كما العاده كنتمنى هذا الفيديو يكون نفعكم، ولا عندكم شي اسئله من هذه الناحيه هذه مرحبا، نقدر نجاوب اللي قديت عليه. بالنسبه للمسائل ديال الصحه والمشاكل انا ماشي خبير في داك الشيء، الخبير هو الطبيب. كنصح اي واحد بان لو وقع لك شي مشكل في الكلب ديالك قبل ما يفوت الاوان التحق بالطبيب.